مبروك يا شحتة، مبروك يا بيسة، ربنا يخليك. يلا يا أولاد سيبوا الإرسان يقعدوا مع بعضيهم، وانت يا شحتة أجازة بكرة عشان تفسح عيالك. يفسح مين يا أبو الحاد؟ وإحنا لحقنا، ده يا دوبك فاتحة. أنا منى عيني أشوف شحتة عريس وأشوف له عيل. ربنا يديك طول العمر يا أبو الحاج، وتعيش لما قلعنا كلنا قدامك وتقعد لوحدك زي قرد قطع. شوف احنا هنضرب الحشيش ونضرب البيرة ونضرب بعض. نضرب بعض كيف؟ زي ما بقول لك كده وهتشوف. شد شد يا بطل، شد يا رادل، خبر ايه يا عريس؟ فاكر شربته كتير. بس يا بنت انت، ده كلام بيننا وبين بعض رجالة. رجالة يا شحاتة، شد شد يا ابو نسب. الله فين الصحة؟ فين انت هتنام ولا ايه؟ خبر ايه؟ شد شد عشان تفوق، ما تقوم يا بيت شغلي لنا مزيكا بدل دي لدي، حط لنا حدا فرايح. شد يا بطل، شد يا معلم. عظمة، سمعت نكتة الأسانسير؟ لا. يبقى انت كنت طالع على السلم. شد يا رادل، الله شد، أنا هظبطك. قومي يا بنت ارقص العريسة. ما تختش يا كرم. قومي يا بنت، على الطلاق لا تقومي، وإلا هرجع في الفتح. نزل. هتقلب بجد؟ ما تقلب، هتعمل ايه يعني؟ شكرا. هتكمل يا اما تسيب بيسك. انت بتكرهني؟ بيني وبينك اخواتك، وانا بيني وبينك بيسة. وبيسة؟ يا رادل يقدر يحميها. اضرب، وريني الرجولة، اضرب. ونبي يا كرم عشان خاطري خلاص. بس يا حبيبي، ونبي يا كرم عشان خاطري خلاص. كلام رجالة. شطر على عيانه.
راح شطر على اخواتك اللي مرمطينك في وسطيهم، وهي مرمط اختي دي معاك لو انا دوستها لك. انت عارف اني اقدر اقطعهم حتت، بس ابقى حمار لو عملت كده، لانهم اخواتي، اخواتي من صلب ابويا المعلم حجاج اللي علمنا كيف نكون اصلا. لكن انت، انت مش اصيل يا كرم، نسيت افضل المعلم حجاج عليك، اللي لولاه كان زمانك بترمح ورا الحمير في البلد. لا ابوك ليه فضل عليا، ايوه بس ما تحبسش بدالي، ما خربش في الاجزاز معايا، ما بلبعش البرشام عشان الضرب ما يودعش. ابوك ما تطشش في ميه البحر لما جاتنا الحمى، ابوك ما بقاش سنين في الموقف عريان في البرد والبرد يرصرص في دتته. ابوك ساعدني بس انا كنت راجل قادر احمي المكان اللي اداهولي. الركع عليك انت، اما ابوك يموت اخواتك هيفحصوك تحت رجليهم بالدزم. خد اختي يا شحاتها، خدها على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله، وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسلى، ما قال لعاص كلا يا عطف رسول الله. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا. مش عاوزكم يا ولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا، لو عندكم هم الدنيا تيجوا وتنفضوه على بابه. مدد يا أهل البيت. تأخرت كده ليه؟ كنت بأجر الموتوسيكل ده عشان أوديكي مطرح ما بتحلمي. ها بتحلمي تروحي فين؟ نفسي أطول السما. يحصل، هطولك السما من أعلى حتة في مصر، نطلع برج القاهرة. وإيه كمان؟ نفسي أروح البحر. يحصل، بحر النيل أهو مفيش أوسع منه. وإيه كمان؟ نفسي أروح أركب المراجيح في المول. يحصل، بس الأول نشتري بنطلون. على كل انا عاشق، مين سمعك انا عاشق.